والناموس لهجن الرئاسة، وتهانينا لأحمد بن مطهر بن مايد الخيلي، مشكور يا أبو مبارك على هذا الفوز والنهاية التي قدمتها الشاهنية عرضا للجمهور، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء، جمهوري الأصالة والتراث، لا زالت تحدياتنا مستمرة من هنا من أرضية ميدان سيف العرب على بركة الله والتوفيق. عين انطلقت شوطا من أشواط الخير والبركة، شوطنا الثالث خاص هنا قعدان اللقاية المحليات الأصائل، مسافتنا هي 5 كيلومترات. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. أذهب مع البداية مع الصدارة والقيادة، من يأتي على المقدمة على البداية؟ قول لك عبد الله إذا أيها الحفل الكريم، نذهب مع البداية مع الصدارة مع المقدمة، من يأتي على المقدمة؟ من تحر على المقدمة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، من يقدم سري بسالم بالعرطي الحميري، من يقدم في هذا الانطلاق؟ بينما ثاني المراكز، ثاني المنطلقين والباحثين في هذا المسار الكبير، من يأتي في هذه اللحظات في هذا الانطلاق المميز؟ إذن من يتقدم في ثاني المراكز؟ شاهي لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، سعيد بن سالم النيبي، من يتابع في هذا الانطلاق؟ بينما ثالث المراكز شاهين. إذن من يتواجد في هذه اللحظات على ثالث المراكز؟ عناد. من يتقدم من هجن الرئاسة؟ شاهين أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي. بينما المركز الرابع، رابع التحديات، رابع المنطلقين من الجانب الآخر في هذا المسار، من يتقدم؟ الواش لسمو الشيخ سعيد بن خالد بن حمدان النعيمي، من يقدم؟ سعيد بن فايل بن راشد الزرعي، من يتابع؟ بينما المركز الخامس، خامس المنطلقين، شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد، من يتقدم في هذا المسار؟ سعيد بن سالم النيبي. بينما المركز السادس أيها الحفل الكريم، سادس المنطلقين والوصول من قبل حشيم عبد الله بن مفرح بن مطر المسافري، من يتقدم؟ بينما المركز السابع أيها الحفل الكريم، هنا الانطلاقة، هنا المسار من قبل ريسنج محمد بن مبارك بن مرخان الكتبي، من يتواجد؟ بينما المركز التاسع، تاسع المنطلقين، همال، من يتقدم؟ أحمد بن علي بن عمير المنصوري، من يتقدم؟ بينما عاشر المراكز والنداء الأخير مع شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، من يقدمه؟ سيف بن عتيق بن محمد النعيمي، ها والنداء العميمي. بينما هنا أتقدم بعد ما أكملت النداء للعشر المراكز المتقدمة، أعود مع البداية مع الصدارة والانطلاق الأول والتحديات المثيرة على البداية على المركز الأول على الصدارة والقيادة، من يتقدم؟ أيها الحبيب الكريم شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد على البداية الأولى على الصدارة ما شاء الله. بينما هنا ثاني المراكز،
ثاني المنطلقين والباحثين عن الناموس والانتصار في هذا المسار الكبير والتحديات المثيرة والخطيرة. من يتقدم الواش لسمو الشيخ سعيد بن خالد بن حمدان النعيمي، من ياتي على المركز الثاني والمركز الثالث؟ ثالث المنطلقين والباحثين شاهين من هجن الرياسة احمد بن مطر بن مايد الخيالي الفيلسوف، من يتقدم؟ بينما المركز الرابع رابع المنطلقين رشاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد، من يتقدم؟ سعيد بن سالم الينيبي، من يتقدم في عملية التضمير؟ الله الله على هذا المسار. والمركز الخامس خامس الباحثين وصل هنا من تحل اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم مسري بسالم بالعرطي، من يتقدم؟ الله ابقى مع الكوكبة الكوكبة الخماسية على البداية على الصدارة، اعود مع المقدمة مع الانطلاق الاول، ولكن الله تابع القادم والمنطلق بكل قوة من المناطق الخلفية، أعود مع البداية أعود مع شاهين، لا زال مع البداية لا زال مع الألف والمئتين متر، جولة الانطلاقات جولة الأوامر مع هذا المسار الكبير. هنا من يتقدم؟ من يتقدم؟ شعاسمه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن سالم آل نبي من عنيد المضمرين، من ينطلق؟ ولكن ارصد القادم في هذه اللحظات، وصل شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم سيف بن عتيق بن محمد العميمي، من يتقدم؟ وايضا هنا الوصول والتسلل من قبل الواش لسمو الشيخ سعيد بن خالد بن حمدان النعيمي. الله وايضا شعار هجن الرياسة، من يتقدم على المركز الثالث؟ هنا الانطلاقة هنا التحديات والمسار الكبير، اعناد هجن الرياسة احمد بن مطر بن ماجد، يا من يتقدم؟ شاهين، لكن اعود مع البداية اعود مع رقص المقدمة رقص التحديات والإثارة في هذا المسار. شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن سالم آلي نبي، من يقدم في هذا المسار الكبير؟ ارصد التحرك والانطلاق في هذا التحديات، ايضا القدوم من قبل شاهين الواش عفوا لسمو الشيخ سعيد بن خالد بن حمدان النعيمي. يا سلام الميتين متر الأخيرة، الميتين متر المثيرة والخطيرة، لكن تهانينا والناموس لمالك شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والتهني وصوله لسعيد بن سالم الينيبي على هذا الفوز. المركز الثاني وصل أيها الحفل الكريم ثاني التحديات اللي هو الواشا ملك لسمو الشيخ سعيد بن خالد بن حمدان النعيمي. المركز الثالث ايها الحفل الكريم شاهين من هجن الرياسة. المركز الرابع وصل في هذه اللحظات وصل اللي هو منتحر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. والمركز اذا بقيت المراكز نحيل اعضاء خط النهايه، تهانينا والناموس والتوقيت الزمني 7 دقائق 42 ثانيه، تهانينا والناموس